تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، الكره الجزائري جميعا في مكان، وقعدنا واتصلنا على السيد رئيس هيئه الكره بالمنصوره، وقلنا له في طريق اللي هو طريق المطرح بحر حلوس جنبيه حلوس، الطريق دي ما عادش في طريق، كان الاول حوالي 40 متر عرضه، دلوقتي كده ما عادش بعيد عن 11 متر، 12 متر بالكتير، ماشي، ما عادش ينفع المشي عليه، ما عادش ينفع المشي عليه خالص، ماشي. فقال طب انا هعمل لكم ايه؟ انا هجيب لكم لجنه من بنعبيد عشان تنزع ملكيه الطريق. فقلنا له لا بلاش بنعبيد، علشان في ناس في بنعبيد ليها اهالي على الطريق وبيدفعوا رشاوي وبيدفعوا رشاوي، ماشي، وما بيعملوش اي حاجه، ما بتزورش، احنا عايزين لجنه من المنصوره تيجي تنزع ملكيه الطريق. فقال ماشي. فخلال حوالي 10 ايام جت فعلا اللجنه ونزعت ملكيه الطريق، وبدات من هنا اللي حضرتك وصلت المنطقه اللي هي ابو الاراضي العمريه هنا فيه، ماشي، وبقيت الطريق محلك سر. هم جم يوم وتاني يوم جم عملوا الحته دي وخلاص، وعلى كده وما عادش حد استجاب لاي حاجه خالص، ما عادش حد استجاب لمطالب الناس خالص. طب ليه؟ احنا هنوصل صوتنا لمين؟ احنا النهارده عارفين ان البلد في ازمه، وبنحاولين بقدر الامكان نشتغل شغل سلمي علشان ما نصعدش الموضوع لاكثر من مسؤول. احنا عايزين نمشي واحده واحده زي ما حضرتكم بتقولوا، خطوات واحده واحده. طب هنوصل لمين؟ رئيس مجلس المدينه بيعتبر ان الكره الزهيري دي او العزب دي مش موجودين على الدنيا خالص، اهم حاجه عنده مركز بن عبيد، وان كان الصلاحات ولا متسويد او متفارس المناطق اللي هي ايه اللي فيها مسؤولين كبار، انما الكره دي خلاص انتهت. طب نوصل لمين؟ نودي صوتنا لمين؟ نقول لمين؟ انا عايز اعرف احنا نقول لمين النهارده؟ هو امبارح رحنا له وما رضاش يقابلني. ماشي، انت النهارده رحت له وما قابلكش، ماشي، بعد كده اللي هو رئيس مجلس المدينه، رئيس مجلس المدينه، رئيس مجلس مدينه بني عبيه، رئيس مجلس مدينه بني عبيه، احنا نوصل صوتنا لمين؟ احنا بنطلب السيد المحافظ بزياره بسيطه لنا، او يوصلنا باي مسؤول، او يقول لاي مسؤول ينزل الكره هنا يشوف ايه الكره دي، ايه اللي ناقص في الكره. احنا بنطالب بابسط حقوقنا كاشخاص او كناس عايشين، احنا بنطالب بطريق نمشي عليه مبدئيا، طريق يترصف لنا نعرف نمشي عليه عشان نعرف نوصل للمدارس ولا نوصل للمستشفيات، ولا احنا بنتبهدل احلى بهدله في الشتاء كده. الكلام ده كده ما ينفعش، احنا عاوزين نعمل وقفه مع سياده المحافظ عشان يدلنا. هو راجل فتح زراعه وقال للناس كلها انا في مكتبي مستني اي حد يجي لي مكتبي علشان يعرض عليا مشكله. احنا دلوقتي كده بنقول للسيد المحافظ احنا بنعرض عليك مشكله الطريق. وزير الطرق كمان، وزير الطرق والراي اي كله، احنا بنوجه الحكومه، يعني احنا بنوجه رساله للحكومه كلها، للحكومه كلها، احنا بنطالبش اكتر من ابسط الحقوق اللي موجود. اي مواطن مصري له مطالب، احنا بنطالب كلنا مطلب واحد بس، ان احنا الطريق نمشي عليه زي الناس، نوصل لايه للمصالح بتاعتنا، عيالنا يوصلوا للمدارس، اكتر من كده مفيش. وبعد كده بقى جميع المطالب الثانيه دي هتتحقق ان شاء الله واحده واحده، بس نبدا كموضوع اول الاول موضوع الطريق. اذا تم الطريق خير وبركه، ما تمش يبقى ان لله وانا اليه راجعون. لا يبقى ليه في تصعيد ثاني، مش ان لله وانا اليه راجعون.